بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اثر البيم في التنفيذ. البيم هو ايه؟ بيلدينج انفورميشن موديلنج، ان انا بعمل موديل او نموذج للمبنى اللي هبنيه على الكمبيوتر، بحيث كل المشاكل اللي بتظهر اثناء التنفيذ احلها اثناء التصميم. ده بيوفر لي كتير، لان ثمن الغلطه في التنفيذ بيبقى عالي جدا في على الكمبيوتر لا شيء. الفكره نفسها مش جديده. في واحد اسمه تشارلز ستيمان كان عمل مقال اسمها The Use of Computer Instead of Drawing in Building Design، وقال احنا لازم نعمل نموذج وسماه هو Building Description System BDS، وقال لك احنا لازم يكون في اي حاجه تتغير هنا تتغير في جميع اللوحات، ويبقى عندنا حاجه اسمها البارامتر عوامل متغيره وخوارزميات ننتج حاجات ثنائيه الابعاد من نموذج الثلاثي الابعاد. فالفكره نفسها جميله جدا، انا اتحمست الصراحه، بس الكمبيوترات كانت بطيئه جدا او البروسيسور ما كانش بيشيل حاجات زي كده. دي فاكرين كان في لعبه كده كان علي بابا بيقعد ينط وهركليز، يعني حاجه كانت ثنائيه الابعاد صغيره جدا يعني، فما بالك بقى ان انت تحط موديل كامل لمبنى، فكان حاجه صعبه جدا. فالموضوع الشركات بدات تعمل ابحاث على الموضوع ده زي تسكو وجراف سوفت، واول ما بدا الكمبيوترات البروسيسور يعلى بدا هم ينفذوا البرامج والسوفت وير بتاعهم على الاجهزه ديت، فبدا البرامج البيم تبدا تنتشر. فلازم المصمم المعماري والانشائي والكهروميكانيكال يبقوا عارفين تكنولوجيا البناء ويبداوا يطوروا نفسهم فيها، لانها هتوفر عليهم وقت كتير جدا. الكاد اغناني ان انا اقعد ارسم مانوال على الورق وقلم والحاجات ديت، وبدا يوفر لي مخططات ومقاطع وسكشن وليفيشن، فده سرع الشغل بتاعي، واصبح لما يبقى في غلطه سهل ان انا اصلحها بدل ما اقطع الورقه وارسمها من اول جديد. فبدا واحده واحده الموضوع يتطور وبدا يظهر البيم، بحيث البيم ميزته ان التعديلات في نفس اللحظه، يعني لما اعدل في اي واجهه بتعدل في كل السكاشن، بتعدل في البلانات، في الحاجات دي كلها. وبدات تظهر برامج قويه جدا في الموضوع دوت، وبرامج تحل الكلاشات، ان انا اول ما يحصل اي كلاش يقول لي في كلاش في المكان الفلاني، تقدر تتعرف على اي جزء اي عنصر مثلا موجود، اعرف المعلومات اللي فيه ويطلع لك الكميات والمواصفات في ثواني. اقدر اشوف مثلا المبنى ده هيستحمل وزن قد ايه، الابحاث كلها اقدر اعملها. طب هل المبنى ده مثلا على البحر مثلا، فالمياه دي هتاثر في المبنى ولا لا؟ اصبح كل الحاجات دي بنقدر نعملها بسهوله جدا وغير اي مشاكل خالص. فده سهل كتير عمليه التصميم والرسم المعماري، وكان موضوع ممكن يتعمل وممكن، بس بيبقى صعب جدا وبياخد وقت كتير جدا. فحتى بدأت تظهر بعض التكنولوجيا الحديثة وبدأ الموضوع يتطور خالص. يعني مثلا من الناس اللي استفادوا من الموضوع دوت المهندسة العراقية المشهورة زها حديد. كل ما اقول زها واحد يقول لي زها، اقول له زها يقول لي زها، ماشي خليها زها. كانت هي عمالة ترسم مانيوال، فالناس تقول لك ايه، ده شكله حلو بس مش هيتنفس. لا ما ينفعش انه يتنفس. فترسم رسومات كويسه وتدخل مسابقات كتيره جدا، هي تقريبا فازت اول مسابقه، وبعد كده قعدت اكتر من 10 سنين ما بتاخدش اي جايزه خالص. الرسومات حلوه وشكلها حلو بس مش تنفس. فلما بدات تستخدم الكمبيوتر وتنفذها فعلا حقيقي، فبدا الناس يقتنعوا بان الموضوع فعلا ممكن يحصل. طب ده ما هو شكلها حلو، طب نبدا ننفذها. فبدات تفوز بالجوائز ديت، وحتى اغلب الاعمال اللي هي قبل استخدام التكنولوجيا تقريبا فازت جايزه واحده بس، وبعد كده في الباقي ما حصلش نصيب، لان هو بيقول شكلها حلو بس انا مش شاك انها تنفذ. يعني حتى جون نوبل كان عمل متحف في قطر اسمه متحف قطر القومي، لسه شغالين فيه. لما تشوف التصميمات تقول ده شكله حلو بس مش نفذ، ده معمول بس كده عشان ياخد جايزه. انما انا شفته وكنت ساكن جنبيه وكان قرب يخلص، فالموضوع فعلا اتنفذ حقيقي. بس عشان يتنفذ كان لازم برنامج تكلا يكون موجود، ومش اي برنامج غير تكلا. تكلا متخصص في الحديد والمبنى كله شكل حديد رهيب، فما كانش ينفع يتنفذ غير ببرنامج تكلا.
فده اثر التكنولوجيا. ليه؟ لان المبنى معقد بطريقه رهيبه وفي انحناءات وفي اشكال كتيره جدا، فان انت تعمله باي برنامج تاني كان صعب، لان البرامج التانية هتخش في تفاصيل ربط المسمار هنا وربط هنا وربط هنا وازاي توصل ليه بديت وهل الوزن يستحمل ولا لا وازاي نمشي الحاجات ونحل الكلاشات والحاجات دي كلها، تمام. فهو اصبح فيه تطور كبير جدا بسبب التطور في البيم والتطور في التكنولوجيا اثر على التنفيذ. كان في مباني كان مستحيل حد يفكر ان هو يبنيها غير لما بدا التكنولوجيا تظهر وبدا موضوع البيم ده ينتشر. فرانك جيري مثلا على سبيل المثال اللي هو مصمم متحف جون هايم في اسبانيا اثر كتير قوي عليه موضوع التكنولوجيا دوت، لان هو كان الاول بيقعد يبني بالكرتون والخشب الموديل اللي عايز يوريه للناس. بعد كده بدا هو يستخدم برنامج اسمه كاتيا، ده برنامج كان معمول للطيارات، فهو بدا يستخدم البرنامج ده وطور فيه لحد ما اصبح من برامج البيم القويه وبدا يستخدمه في الشغل بتاعه. هو انا بالنسبه لفرانك جيري بحس ان هو بيجيب كرتونه ويقعد يطبقها كده ويقول لك ده المبنى الجديد، فهو بدا يستخدم الكرتونه بعد ما يطبقها ويدخلها على الجهاز الكمبيوتر. اصبح دلوقتي اي حاجه ممكن تفكر فيها تبدا ترسمها على البيم او تعمل لها موديلنج، والفرق بينه مثلا وبين ان انا اعملها على الماكس اي حاجه ممكن تفكر فيها يرسمها لك. بس انت ممكن ترسم حاجه مثلا من غير اعمده خالص، حاجه تعرف الهوا، انما في البيم لا، انت ملتزم بقواعد وقوانين وبتعمل تشيك وبتبدا تشوف الحصر وبتبدا تشوف المبنى ده نعمله سيموليشن، سواء مثلا سيموليشن حراري او شمسي او ظل او احمال انشائيه وكل الحاجات ديت، فتبدا تعمل كل انواع السيموليشن اللي انت عايز تعملها بحيث ان انت تتاكد ان المبنى بتاعك ده فعلا هينفع اثناء التنفيذ ولا لا. المفروض المصمم بيبعت المبنى بعد ما يشتغل عليه كويس جدا ويتاكد ان مفيش اي كلاشات، فينزل الموقع، فبتاع الموقع يبدا يشتغل على طول، ما يفاجئش بان هو في كاميرا خبطه في عمود. انا اشتغلت قبل كده في مشروع بدون ذكر اسماء، الدائره القطريه اللي هو على الكورنيش اللي جنب اذاعه التلفزيون، واحنا شغالين كان في مشاكل كتير جدا عاديه يعني بتبقى موجود في جميع المشاريع، ان انت مثلا عندك حاجه خبطه هنا فتيجي تعدلها، فكل ده كنا شغالين كده، فتعدلها هنا تبص في اخر الطرقه، فانت مثلا تزيح الضغط دوت بس مش واخد بالك ان في كهرباء موجوده في المكان الفلاني. فكان فعلا عذاب جدا ان انت تعمل موضوع حل الكلاشات على الكاد، وقبل كده كان مثلا مانوال، فكنت وانت شغال بعد ما عملت الشغل الانشائي وحطيت الكاميرات والاعمده تحتك تلاقي حاجه خابطه في مواسير في صاج، وبتوع التكييف يقول لك لا شيل لنا الكاميرا ديت، وتبقى مثلا انت حاطط عمود هنا ويجي بتاع العماره يقول لك معلش ازح لي العمود دوت عشان انا عايز احط الكرسي هنا عشان شكله هيبقى حلو، يا عم شيل الكرسي، يقول لك لا انا عايز. فالمشاكل اللي هي تحصل اثناء التنفيذ بترتب عليها وقف الشغل، ضياع الفلوس، تكسير للحاجات تقريبا في حدود 20% هالك، فكل الحاجات دي خلتنا نتجه لموضوع البيم. في مشكله واحده حقيقيه في موضوع التكنولوجيا، وهي ان ممكن واحد يعمل مبنى لمجرد ان في زرار طلع جديد، تمام. يعني كان اول ما طلع الماكس اظن كان سنه الماكس من القديم، بس النسخه اللي هي كانت 2002 تقريبا كان نازل فيها شويه اوامر جديده، فكل الناس اللي عامله مشاريع بالزرار ده ان هو يعمل مثلا امر ريفولف يلف المبنى، فعجبوا الفكره وعجبوا الشكل فيعمل مبنى لا لحاجه جماليه او حاجه مثلا تبع البيئه، بس هي الفكره كلها ان في حاجه طلعت جديده. فهي الفكره كلها ما ننبهرش بتكنولوجيا جديده، ما فيش برنامج تشتغل عليه غير لما تتاكد منه، يعني ممكن يكون البرنامج شغال كويس بس في المشاريع بتاعتك انت مش هينفع، فانت لازم تاخد مشروع تعمله بالطريقه اللي انت بتعود عليها واللي انت شغال بيها ومتاكد انها سليمه، وتعمل نفس المشروع دوت بالاسلوب البرنامج الحديث، فتتاكد اذا كان القيمه هي ولا لا، لان كان في مبنى كان معمول على البحر والبرنامج ما كانش في موضوع البحر دوت، فبعد ما اتبنى وقع لان الناس
ما كانش البرنامج مخصص لكده، فانت اتاكد ان البرنامج بيطلع لك نفس القيم اللي انت متعود عليها او قريب منها. لو في فرق حاول تعرف الفرق ده منين. يعني كان من ضمن الامثله مثلا حسابات التكييف والسبيس، كان هو مثلا بيحسبها من الحائط من بره، انت بتحسبها من جوه. هو بيحسب مثلا في عيب مثلا ان هو ما بيحسبش اكتر من 4 حوايط، فانت وانت شغال الريفت لما بيجي يحسب التكييف بتاع الاوضه بيحسب 4 حوايط 8 حوايط بس عشان يدي للهاب. الهاب ما بياخدش اكتر من 8 حوايط، فانت ممكن تكون مقسم الحيطه بتاعتك لكذا قسم، فهو ياخد 8 حوايط بس ويحسب على اساسها، وانت عامل مثلا مقسم الحيطه كذا جزء مثلا 16 جزء، فهو خد نصهم ونصهم لا، فده بيترتب عليه ان الحسابات بتطلع غلط. فانت لازم تجرب وقبل ما تعتمد البرنامج وتقول البرنامج ده فعلا ينفع نشتغل عليه. بس دي كانت مقدمة سريعة عشان انا سحب بدري النهارده 5 دقايق، فربنا يكرم ان شاء الله. السلام عليكم.